رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين. امين امين يا رب العالمين. امين. قال الامام الدارمي رحمه الله تعالى عليهم، قال في كتاب الاستئذان، قال باب في النهي عن الجرس. قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم عن ابي الجراح مولى ام حبيبه، عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال: العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكه. وقال رحمه الله اخبرنا احمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال: لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب او جرس. نعم، هذه جاءت في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب ولا جرس. وفي روايه قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. وفي هنا كراهه اصحاب الكلب والجرس في الاسفار، مع انهم لو كان الحاجه ما فيش. شوف هنا حتى ما في بيت مغلق حتى في الاسفار في هذا الباب، والكلب لنجاسته والمزمار لانه او الجرس لانه مزمار الشيطان. وهنا الملائكه ايضا لابد ان تعلم ان الملائكه الذين هم الحفظه لا يفارقون المكلف. فالمقصود هنا هذا عام مخصوص او عام يراد به الخصوص، ملائكه الرحمه وملائكه الاستغفار. والحكمه في مجانبه الملائكه الرفقه التي فيها الكلب، قد قال بعض العلماء هنا يعني عدم الرفقه لنجاسه الكلب، والملائكه مطهرون فلا يقربون مكانا فيه نجاسه، والشيطان بنجاسته المعنويه لكفره ايضا لا يكون الملائكه في مكان والشيطان في مكان. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وابو بكر رضي الله عنه وارضاه بجانبه، وجاء رجل يستب ابا بكر، وابو بكر لا يرد عليه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ايضا، ورجل يستب ابو بكر وابو بكر يسكت. في الثالثه ابو بكر تحمل ما تحمل ثم رد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه ابو بكر فقال: رسول الله اخطات في شيء؟ انا وقعت في شيء في خطا؟ قال: لا، لكنك عندما سبك وسكت الملائكه كانت ترد عنك، فلما رددت جاء الشيطان. النزاعات بقى هنا، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا ناقه ملعونه ايضا في هذا الباب. فاذا اذا اذا الاول الرفقه التي فيها الكلب الملائكه لا يصحبونها. والجرس سبب منافره الملائكه لانه شبيه بالنواقيس التي كانت لليهود والنصارى، انها من المعالق المانع عليها، وقيل سبب كراهيتها الصوت، ويؤيده مزامير الشيطان لانها جاءت في روايه: والجرس مزامير الشيطان. وهذا يعني الجرس على الاطلاق الملائكه لا تصحبه. والكراهيه هنا عند العلماء كراهية تنزيه، قلنا الملائكة لا تصحب فكيف تكون تنزيه؟ الصحيح أن في هذا الباب أنها تكون على التحريم، لأن الملائكة لا تصحب كتعليق الصور، وهذا الأنسب وهذا الأقوى والأصح والألزم لاتباع السنة. باب في النهي عن لعن الدواب. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلانة لعنت راحلتها. فقال: ضعوا عنها فإنها ملعونة. قال: فوضعوا عنها. قال عمران رضي الله عنه: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء. يعني ضعوا عنها، يعني نزلوا الحمالة، نزلوها لا تصحبنا، كما قال تصريحا: لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها وادعوها فإنها ملعونة. وفي رواية قال تصريحا: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وقال هذا زجرا للمرأة ولغيرها حتى لا تلعن معين. وهذه أيضا فيها دلالة على إيش؟ على عدم لعن معين في هذا الباب. نعم، فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد بالنهي عن مصاحبتها لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها فالنبي صلى الله عليه وسلم لمنها عن ذلك. لا، حتى لو لعنتها ليس هذا نجاسة فيها، ولا أنه منع من طعامها أو من أكلها أو بيعها أو شرائها أو تداولها. لا. نعم، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه قد استجيب دعائها باللعن فيها، وهذا كلام فيه نظر. هم قالوا ولا يدل على ذلك أنه قال إنها ناقة إيش؟ ملعونة في هذا الباب، لكن معناها أنه لعنتها، وهذا زجر لها هي حتى لا تلعن الناقة. ولذلك قال الله تعالى: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. ماذا قال الله تعالى؟ ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم العظيم. فإنهم الستة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أسلموا، الستة أسلموا. وقال الراوي: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، لأنها ملعونة صارت منبوذة، تركوها. شوفوا الصحابة كيف يسارعوا في
في السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واستفدنا ذلك أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، جاء في الحديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ففيه زجع عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعن في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. لأن هذه اللعن كما قلنا الأخلاقيات التي تنفر في هذا الباب تفسد كثيرا. ولذلك لم يكن المرء مؤدبا مهذبا له أخلاقيات رقيقة، هذا يكون مبهوت، وحتى أيضا يعني ينقبض الصدر برؤيته وبالكلام معه. فلابد الإنسان أن يكون لبيبا قريبا، لا يكون فحشا ولا لعانا ولا أن يكون غليظا، ولا يكون أيضا في ذلك يعني غير مطواع. والمسلمون كلهم جسد واحد، لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرها حتى لا يتجرأ اللعن، لأنه لو تجرأ المرء في اللعن على الدواب سيرتقي هذا أن يكون اللعن وين؟ على 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 الإنسان. يعني إذا كان المرأة لعنت الدابة اليوم، غدا ستلعن إنسان، وهذا زجر وحسم مادة وسد زريعة في هذا الباب. وهذا بغية الكافرين أن يفسد ذات البين بين المؤمنين. قال الله جل وعلا عليهم إيش؟ كفارا حسدا من عندي أنفسهم. نعم، ولعن المؤمن كقتلهم. ولذلك في الحديث أنا من قال لأخي يا كافر فقد باء بها، ونفس الأمر في اللعن، إذا لعنه فإن كان مستحقا ثبتت، وإلا حارت ورجعت عليه. فمن اتهم أحدا بالنفاق إن كان وإلا حارت عليه، وأيضا لو قال هو كافر ولم يكن حارت عليه إلا في حالة واحدة، إيش هي؟ أن يكون مجتهدا وعنده آلة العلم في هذا الباب، إذا كان يعني قد اتهم بالنفاق أو بالكفر. الفوائد المستنبطة: لا يجوز لعن المعين. الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرذ. النهي عن مزامير الشيطان: يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.